تولي قصه متولي. امر عم صلاح تعال. اقعد دقيقه واحده. انا راضي ذمتك، طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. انا ما بقولش كده عشان انت جوز بنت اختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي. دوق وسمعني. تحب تسمع ايه؟ اسمع ايه؟ بقولك دوق. اعوذ بالله، انا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول لي ان دي خبيزه. بذمتك دي خبيزه؟ خبيزه ايه؟ ده برسيم بالدمع. حكمت يا شيف، ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى ايه؟ يبقى حمار. تقصد ايه يا متولي؟ ومش معقول كده يا عم صلاح، مفيش حد ابدا يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. انا حر، حد شريكي؟ بص بقى، انا هعمل لك النهارده طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الاقل يرمي لك الكام عظمه اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو؟ بس انا ليا طلب واحد عندك يا عم صلاح. امرني. تديني الاوضه ساعه اخد راحتي فيها انا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط ايه؟ دي مراتي. يبقى تدفع ارضيه. واحنا بنلعب قمار يا صلاح. ايه ده، مالك فيه؟ سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا ميتو، سيبني دلوقتي.